نروح لتليفون مهم جدا جدا مع المستشار عادل اشرباجي، رئيس لجنه التظلمات بالاتحاد المصري لكره القدم. يا سياده المستشار، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. ازيك يا فندم؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله، اهلا بيك. طبعا يا فندم، يعني اكيد يعني بعد عوده النشاط مره تانية والدوري، السؤال اكيد عن كهربا. هل كهربا يحق لي ان هو يعمل تظلم بعد ما تم اختاره بوقفه 10 ماتشات في الفترة اللي جاية؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارف ان لجنة الانضباط بعد ما الواقعة اللي حصلت في ماتش الاهلي والزمالك في ماتش السوبر وقفت اللعيبة حتى نهاية الموسم، تدخل عملوا تظلمات قدام لجنة التظلمات اللي هي اسمها لجنة الاستئناف، فنظرنا في هذه التظلمات، واحنا الحقيقة أيدنا قرار لجنة الانضباط، لكن حددنا عدد الماتشات لأن كنا فوجئنا بالظروف القهرية اللي حصلت، وإن احتمال في هذا الوقت كان الدوري ما يكملش. تمام. فلو الدوري ما كملش وانت واقف اللعيبه لحد نهايه الموسم هتوقفهم بعد كده؟ ولا هيعتبر لو الدوري اتلغى؟ طب يا فندم، كهربا هل ينفع يعمل تظلم مثلا، يقدم التماس علشان الحقوق تتخفف؟ النهارده حضرتك حددنا عدد الماتشات من طبعا قرار لجنه الاستئناف، قرار بات لا يجوز الطعن فيه، ولكن هل في اللوائح ما يمنع من انه يعمل التماس للجنه او لمجلس الاداره؟ هذا الالتماس بيعيده مجلس الاداره للجنه التظلمات او لجنه الاستئناف، هذه يشترط في الالتماس ان يكون ياتي بشيء جديد لم يكن مطروحا على لجنه الاستئناف من قبل، سبب جديد. هو بيعمل تظلمه لالتماسه ليه؟ لازم في سبب جديد يبرئه او يخفف عنه، فاذا كان هذا بتنظره اللجنه، ما فيش بترفض الطلب. تمام يا فندم. طيب كهربا يا فندم، هل القرار اللي حضرتك طبقته على كهربا لاعب النادي الاهلي، لو اللاعب حب مثلا يخرج اعاره لنادي اخر، هل يطبق عليه نفس العقوبة ولا الكلام ده يعني يسري على كهربا فقط هو لاعب في النادي الاهلي؟ القرار مش صادر من النادي الاهلي. تمام. قرار صادر من اتحاد الكورة. تمام يا فندم، تمام تمام. اتحاد الكورة لما بيوقف لعيب بيوقفه عن ممارسة النشاط في الدوري مثلا او ماتشات الكاس في البطولات التي ينظمها. تمام يا فندم. مش معقولة يبقى اللاعب يبقى هتبقى وسيله انه يخرج بدل ما يقف يتوقف 10 ماتشات يروح يلعب في نادي تاني، تطبق عليه ولا ما تطبقش؟ اكيد تطبق طبعا. طب يا فندم، ايه راي حضرتك في القرار اللي اخده المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه بتطبيق غرامه على لاعبي سموحه في حال ان اي حد منهم اتصاب بفيروس كورونا؟ ده فعلا القرار ده، في قرار بالشكل ده؟ نعم يا فندم؟ في فعلا قرار بالشكل ده؟ أنا هو المهندس فرج عامر أخذ قرار وأعلنه رسمي وقال إن أي حد هيتعرض لفيروس كورونا من لاعبي نادي سموحة هيتعرض لغرامة. أعتقد يا فندم يعني إن ده قرار ليه علاقة إن هو يعني بيجبر اللعيبة إنها تحافظ على نفسها. هو طبعًا قرار تهديدي بيهدد اللعيب إنه هيوقع، إنما أنت عارف إن الأصل في اللوائح والقوانين لا جريمة ولا عقوبة إلا بالأصل. يعني ما اقدرش اجازي واحد عن فعل غير مؤسم في اللوائح والقوانين، فهو عدل لائحته وادخل فيها من يعرض نفسه للكورونا يعاقب. طب افرض اصيب بمرض اخر. تمام. يعاقب. طب هو حد بيعي نفسه؟ انما هي أنا أقدر أقول لك يعني هو طبعاً ما عدلش لوائحه عشان يطبق هذا، ولكن هو أعتقد أنها قول تهديدي،
بيحذر اللعيبه من انها تحافظ على نفسها زي الاجراءات الاحترازيه اللي احنا بناخدها. تحط كمامه، بنعمل مثلا المسحوق اللي بتنظف بيه ايدك، بتغسل ايدك، فهو بيناشدهم. انا اعتقد ان مهندس فرج عامر وهو رئيس نادي وهو كان رئيس لجنه الرياضه في مجلس النواب انه يعني ما عدلش لوحده، انما بيحاول ان يحافظ على فرقته، بيحافظ على لعيبته بمثل هذا. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للمستشار عادل الشرباجي رئيس لجنه التظلمات بالاتحاد المصري لكره القدم. نطلع كمان لسكايب مع